السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم الله يبارك فيكم. قبل ما نطلق ربي يحفظكم، حبيت أيضا نعزي أسرتين كريمتين من الأسرة الحي تاعنا، الأسرة تاع قلوز الكريبة عليها رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك أسرة كريكرا على وفاة ابنة أخينا عبد الرحمن، ربي يعوض خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، آبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي وبناتي، أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم بفضل الله تبارك وتعالى ذكرى للمؤمنين، هي الحلقة العاشرة بإذن رب العالمين، ثم هي الحلقة الثانية وتكون تابعة للحلقة السابقة في الليلة الماضية التي أسميناها على بركة الله لا تحسبوه شرا لكم. إي والله، وقد استقينا هذه الكلمة المباركة من قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن حادثة الإفك العظيمة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إذن قلنا هذه المحن من المحن تأتي المنح، من البلايا تخرج المنن والنعم والهدايا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فليس في هذا الكون، وليس في هذا الوجود، وليس في قضاء الله وقدره شر محض، كما قال العلامة ابن القيم عليه سحائب الرحمات. إذا القضية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ففي هذه المحنة التي تمر بها أمة الإسلام، بل الأمم قاطبة، أمم الأرض جميعا، فيها من الفوائد، فيها من المنافع، فيها من النعم ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. ونحن بعقولنا القاصرة حاولنا أن نصل إلى بعض هذه الفوائد والنعم والمنن والآلاء بفضل رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ذكرنا في الليلة الماضية، ربي يبارك فيكم، نحو من 10 فوائد من فوائد هذه المحنة التي نعيشها. هذا الليلة نزيد أكثر بإذن الله تبارك وتعالى، نذكر أكثر بحول الله تبارك وتعالى طبعا من حيث العدد. والله تبارك وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شرا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. السر ما هو؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، والله عقولنا قاصرة، أفهامنا قاصرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه المحنة اللي نعيشينها فيها قلنا من الفوائد والمنافع الشيء الكثير، عشرات بل ربما أكثر. احنا حاولنا نذكره وش ربي عز وجل يسره لنا من هذه المنافع والمنن، يحفظكم رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. لنذكرها اليوم، تابعوني ربي يحفظكم. النعمة الأولى لنذكرها، الله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وحقيقة شحال واحد فينا راه خايف، شحال واحد فينا راه مضطرب القلب، كثير منا هكذا حاله، مش ما نقولوش كلنا، ربما كلنا خايفين. وهذا الخوف الحمد لله كان إيجابيا عند الكثيرين، دفعهم إلى التوبة، دفعهم إلى مراجعة حساباتهم فيما بينهم وبين ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. شحال من إنسان تاب إلى الله، شحال من إنسان رجع إلى الله، شحال من إنسان ترك الذنوب والمعاصي، شحال من إنسان كان فيه خصال سيئة تركها في هذه الأيام بفضل رب الأنام سبحانه وتعالى. وكنا أشرنا إلى شيء من هذا فيما سبق بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا أمر طيب. وكان بعض الناس سبحان الله ترك الاختلاط وترك مخالطة النساء
الأجنبيات. واحد من الشباب ذكر كلمة طيبة جدا أعجبتني وانظر بلي كثير من الناس فكروا فيها من الرجال ومن النساء. وش قال؟ قال كلمة طيبة، قال سبحان الله، قال من شدة خوفنا من المرض ومن الموت بالكورونا تركنا المصافحة بيننا، فيما بيننا معاشر الرجال، يعني مع الرجال ما نيش نصافح، مع الرجال ما نيش نسلم. ومن بعد أنا أفلا أخاف من الله الذي حرم علي ملامسة المرأة الأجنبية؟ أفلا أخاف الله تبارك وتعالى فأترك مصافحة النساء الأجنبيات؟ قال بإذن الله عز وجل بعد الكورونا ما نزيد نمس حتى امرأة أجنبية، ما نزيد نصافح أي امرأة أجنبية. وهذا لا شك أنه كثير من الشباب قالوه، وكثير من الشابات والفتيات قلنا مثل هذا الكلام، ولله الحمد والمنة. هنا أقف وقفة. نعم، شوف، احنا خايفين من المرض وخايفين من الموت. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مثل هذا في هذه القضية بالذات حينما ذكر ملامسة الأجنبيات، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط إبرة تاع الحديد يدخلوها له في رأسه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعد ذلك على بوكش ما أنت مخيط من حديد يدخل في الرأس، ما أنت الموت المحتوم، ما أنت الموت. ولذلك شوف، الموت أهون من أن يمس الإنسان أو أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، أو أن تمس المرأة رجلا لا يحل لها. فالله الله، إذن هذه توبة إن شاء الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خافت قلوبنا لابد أن تخشع، لابد أن ترجع إلى صوابها بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الشبهة وأطهر الناس وأحسن الناس نية، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: إني لا أصافح النساء. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. احنا كتقول رجل ما يخمش مع مرات تقول كيفاش ونيتك فاسدة وكذا، أعوذ بالله. كاين واحد نيته طيبة كما نية النبي عليه الصلاة والسلام، كاين واحد أبعد عن الشبهة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كاين واحد أطهر قلبا ونفسا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قال كما سمعتم: إني لا أصافح النساء. النبي عليه الصلاة والسلام واش تقول عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء عند النسائي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث عائشة في صحيح مسلم: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. مع أنه كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة حاجة كبيرة ومصلحة شرعية عظيمة، كان يصافح الرجال، لكن النساء لا يصافحهن صلى الله عليه وسلم، يبايعهن بالكلام: قد بايعتكن صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يضمن في نفسه بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن ذا الذي يمكنه أن يزكي نفسه وأن يزكي قلبه وأن يزكي نيته بعد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد سمعنا أحاديثه المباركات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه من فوائد العظيمة. فائدة ثانية: كوكب الأرض قد استراح في هذه الأيام والليالي، استراح والله، طبقة الأوزون اللي قالوا الثقب في الأوزون وكذا بسبب ما يعرف بالتلوث الذي تسببه المصانع والمركبات والسيارات والحافلات والطائرات وغير ذلك من هذه الوسائل الحديثة، التكنولوجيا الحديثة التي يعني لوثت الهواء. نقول كوكب الأرض استراح وتنفس كما يقولون الصعداء في هذه الأيام والليالي. ثم احنا أيضا بالنسبة لنا صرنا نتنفس الهواء النقي، الهواء النقي إلى حد ما بفضل الله تعالى، لأن مصادر التلوث تقريبا كلها قد سدت أبوابها، قد أغلقت أبوابها، ولله الحمد والمنة. إذن هو نقي، وتعرفوا بلي الهواء النقي من أقوى الأسباب في تقوية المناعة، من أحسن الأسباب في تقوية المناعة، وهذا أمر معروف يحفظكم الله. من هذه الفوائد والمنافع معرفة قيمة بيوت الله تبارك وتعالى. عرفنا قيمة المساجد، عرفنا قيمة المدارس القرآنية اللي ممكن كنا متهاونين، ما كانش عندنا حرص كبير باش نروح نصلي في المسجد، ما كانش عندنا حرص كبير باش نحافظوا على نظافة المسجد، ما كانش عندنا حرص كبير على الحفاظ على الخير الموجود في المسجد، ما كانش عندنا حرص كبير باش نجلسوا في الحلقات ومجالس العلم الموجودة في المساجد، يكمل الإمام الصلاة نفروا فرارا عجيبا، ما نحضروش المجالس، ما نستفدوش من الخير، ما كناش ممكن مهتمين بزاف باش نبعثوا ولادنا للمدارس القرآنية ونبعثوا بناتنا للمدارس القرآنية. الآن عرفنا واش معناتها المسجد، واش معناتها المدارس القرآنية. سبحان الله العظيم، الإنسان
الواحد فينا يحس كأننا مثل الشياه المبللة في الليلة المطيرة، نحس روحنا سبحان الله العظيم مثل الإنسان المتشرد ليس له مأوى يأوي إليه. جرح المسجد تجده مغلقا بين يديك، تجده مؤصدا، يعني شيء كبير بزاف بزاف. وشحال من الناس كانوا في المسجد وجدوه مغلقا فبكوا، بكوا بدموع أعينهم بل بدموع القلوب. يعني الشيء ماشي سهل، صح؟ ماشي سهل، شيء كبير جدا. وهذا والله ذكرني ولا بد أن يذكرنا جميعا بهذه اللحظات التي تغلق فيها أبواب التوبة، والله المستعان. إنسان يكون جاي يتوب خلاص، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، والله العظيم إنسان يخاف مثل هذا. لكن بفضل الله أغلقت أبواب المساجد، لكن إن شاء الله عز وجل ستفتح يوما ما. أغلقت أبواب المساجد لكن أبواب التوبة مفتوحة، فهلما حفظك الله، أسرع أسرع، لا تتردد، يحفظك الله. توب من الآن، ما تقولش من بعد، ما تقولش كي يوصل رمضان، والله ما نعرفين ولا نعيشون رمضان ولا نعيشوش رمضان. سأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، أن يحيينا لشهود نفحات رمضان، أن يجعلنا فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن مع ذلك واحد فينا ما يضمن بلي راح يعيش رمضان. إذا الله الله، قبل أن تؤصد أبواب التوبة أمام أعيننا يحفظكم الله. إذا هذه قضية كبيرة بزاف بزاف، ربي يحفظكم. وسبحان الله الناس يتفاوتون في الحقيقة، كاين الناس الله يبارك كانوا مواظبين على المساجد وكذا، الآن كذلك عرفوا النعمة اللي كنا فيها، ممكن خلاص ولفنا احنا نروحوا المساجد ما كناش نديروا هذه القيمة اللي تستحقها. ثم كاين الناس ما كانوش مهتمين بزاف المساجد، ممكن نروح الجمعة فقط، من الجمعة الجمعة، كاين ممكن من رمضان رمضان، كاين ممكن فقط في الأعياد، وكاين ممكن ما يروحش المسجد كامل بل يؤتى به محمولا على الأكتاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مازال الحمد لله هذه من النعم الكبيرة، أنه مازال فينا روح، مازال فينا نفس، ما زال عشنا الحمد لله، زاد ربي عيشنا مع هذه المحنة ورانا نشوفه. فبالتالي هذه فرصة عظيمة جدا جدا جدا، وفرصة لنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نصحح ما بيننا وبين خالقنا جل في علاه. من هذه الفوائد يحفظكم الله أننا عرفنا قيمة الوقت. كلنا واش تقول لي؟ نقول لك أنا ما عنديش الوقت، ما كاش الوقت، ما كاش الوقت، لكن الآن كاين الوقت الحمد لله. وهنا تتفكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاد زوج نعم كثير منا ما يعرفش القيمة تاعهم، وقتاش يعرف القيمة؟ لما تروح له هاد النعم. الآن الحمد لله ربي عرفنا، بل نقول هذا الوقت الآن، الوقت صار فاضحا لنا، الفراغ صار فاضحا لنا، في الوقت كنا نعتذر به ونستدل به ونصيبوا سبابيه، الآن قالنا ما تصيبوا سبابيه الوقت، قال كاين الوقت موجود، الفراغ موجود، لكن هل عرفنا كيف نستغل هذا الفراغ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فرصة، هذه فرصة، الوقت سنسأل عنه وسنحاسب عنه. وقلنا الوقت ليس من ذهب فقط، والله العظيم، بل هو الحياة كما ذكرنا فيما سبق، هو الحياة باختصار. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كل ما ينقص يوم هو ينقص جزء منك، حتى يبقى لك يوم، تبقى لك ساعات، تبقى لك دقائق، لحظات، وتنقضي أنفاسك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لازمش نفرح كي تفوت الأيامات، نحزن اليوم الذي مضى لن يرجع إلى يوم القيامة. فالوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه، الوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه، ما تغفلش، ربي يبارك فيك. إذن قضية الوقت قضية كبيرة، ورانا عرفناها مليح مليح في مثل هذه الأيام. من هذه النعم أنه في هذه الأيام سبحان الله كما تلاحظوا نقصت الظاهرة المعروفة عند الشباب تاع المساكن، ظاهرة الهجرة السرية، ظاهرة الهجرة غير الشرعية اللي يسموها الحرقة، نقصت عندنا بزاف بزاف، بل نقول انعدمت في هذه الأيام، حبست. بل نقول أكثر من ذلك، لو كان الشباب كثير من الشباب تعيط له اليوم تقول له اسمح حبيت نبعتك لإسبانيا مجانا، تأشيرة من عندي وكلش من عندي والإقامة مضمونة، تروح اليوم لإيطاليا، تروح اليوم لإسبانيا، يقول لك اديني للسجن وما تبعتيش لتما، صح ولا لا؟ إذا نشوف سبحان الله، وسبحان الله كيف انقلبت الموازين. شوف كيف انقلبت الموازين مؤخرا، نشوف مجموعة من الشباب المغاربة هجرة سرية، من أين إلى أين؟ من إسبانيا إلى المغرب، هاربين للمغرب، هاربين لبلادهم للمغرب في قارب مطاطي كما يقولون، يغامروا باش يرجعوا المغرب. سبحان الله، مغير الأحوال، دوام الحال من المحال، كنا ذكرناها ولا لا؟ شوف كاش تبدل الأمور. قريت مؤخرا بالك قريتها أيضا، مجموعة من السواح الإيطاليين
كانوا محبوسين وين؟ خلاص لهم تأشيرة في إثيوبيا لازم يخرجوا، ما حبوش يخرجوا، قالوا بخلونا هنا سمع حراقة في إثيوبيا. لا إله إلا الله، سبحان الله، مغير الأحوال، والحمد لله دي فرصة، فرصة كثير منا عرف قيمة بلاده، عرف قيمة الوطن تاعو، عرف قيمة خاوته. أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. عرفنا قيمة بلادنا والله العظيم، شحال واحد خاصة الناس اللي بعاد مساكن، سأل الله عز وجل أن يردهم إلى أهليهم ردا جميلا، إنه خير مسؤول. كما قال قائل قديما، بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرامو. كذلك من نعم أننا سمعنا الحمد لله وشفنا بعينينا وحضرنا هذه اللحظات المباركة، أين يرفع الأذان في بلدان أوروبية، في عواصم كبيرة في أوروبا، كاين بعض العواصم لم يرفع الأذان فيها منذ قرون، الحمد لله منذ سقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس وغيرها، لكن شوف فضل تاع ربي عز وجل. فهذه المحنة بالذات، فهذه المحنة اللي رانا نعيش فيها، ربي عز وجل يسمعنا الأذان الطيب المبارك في تلك البلدان الأوروبية، وهؤلاء يسمعون ويصغون وينتبهون إلى هذا الأذان. فلله الحمد والمنة، نسأل الله عز وجل المزيد من فضله، إنه خير مسؤول. كذلك من الفوائد ما يقال، إن الأزمة تلد الهمة، والحاجة أم الاختراع، ولا يضيق الأمر ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق. الحاجة صح أم الاختراع، والأزمة تلد الهمة. في بلادنا مع قلة الوسائل، سمعنا في هذه الأيام كثير من الشباب المبدعين الله يبارك أظهروا فنيات رائعة جدا، أظهروا عبقرة بفضل الله تبارك، أظهروا عبقرية متناهية بفضل الله عز وجل، كرمهم ربي عز وجل. هذه الأيام كاين اللي راه يسعى باش يخترع آلات وأجهزة التنفس، كاين منهم لهم يسعاو باش يخترعوا، مشاو فيها مليح بقلة الوسائل، مشاو فيها مليح، بل واخترعوا هذا الممر، الممر ممر للتعقيم، اخترعوا ممرا للتعقيم، وقال لك ان شاء الله نقدروا نعمموها في المستشفيات مع الوسائل، يعطونا شويه وسائل نعموها في المستشفيات وفي المساجد وفي غيرها باذن الله تبارك وتعالى. واحد من الشباب هو يسعى مع مجموعه باش يخترعوا كمامات، كمامات ذكيه، واحد يكون قريب لك، لما يقرب لك تقدر تقيس درجه الحراره تاعو وتعرف باللي راه مصاب ولا راه يعني فيه شبهه تاع هذا المرض ولا لا الى اخره. وكاين اشياء كثيره راهي خفيه، فلله الحمد والمنه. شفت الحاجه، ان شاء الله احنا هذه الهمه تبقى بعد ما ترفع هذه المحنه، ان شاء الله الهمه في الخير تبقى عند الامه تاعنا وعند الشباب تاعنا والشابات تاعنا بصفه خاصه باذن الله تعالى، وان شاء الله المسؤولين تاعنا يوفروا لهم ما يحتاجونه حتى ترجع الجزائر إن شاء الله تعالى إلى مصاف الكبار، ولما لا ترجع لنا بإذن الله معاشر أهل الإسلام الريادة والسيادة والقيادة بين الأمم، وما ذلكم على الله بعزيز. من هذه الفوائد يحفظكم الله، أن هذه المحنة علمتنا نقعدوا في الدار، بزاف فينا ما كانش يقعد في الدار، لما قعدنا في الدار اكتشفنا أشياء، اكتشفنا أنفسنا، اكتشفنا أزواجنا، اكتشفنا أولادنا وبناتنا. والله العظيم كاين اللي ما كانش يعرف مليح وليده، كاين المرأة ما كانش تعرف مليح راجلها، كاين راجل ما كانش يعرف مليح زوجته، صدقوني ما كانش معاشرة طويلة، ما كانش حوارات، ما كانش جلسات أسرية للأسف الشديد. إذا عرفنا أنفسنا وعرفنا الأهالي تاعنا وعرفنا الأسر تاعنا بفضل الله تعالى في هذه المحنة، وكثير منا أدرك تقصيره. معليش معليش كما يقولوا فوميوتار كو جامي، اليوم عرفنا تأخرنا بصح عرفنا الحمد لله، ما فاتناش الوقت بفضل الله تبارك وتعالى، ما فاتناش الوقت، نعود نصح الأخطاء تاعنا بإذن الله جل في علاه. من هذه الفوائد والنعم، أن بين قوسين يعني خاصة بالنسبة للرجال، المصروف نقص، المصروف نقص. علاش نقص؟ ما نش نخرجوا بزاف، واحدة. وحاجة ثانية، صرنا نكتفي بالضروريات أو على الأقل الحاجيات، لكن الكماليات في كثير من الأحيان ولا ما نهتموش بها، ما نش نخرجوا، نخرجوا نجيبوا الضروريات نرجعوا، كاين اللي الميزانية تاعو ضاقت صح، لذلك مش يهتم. المهم عموما ما نش نهتموا بزاف بالكماليات، وعرفنا بأننا نستطيع أن نعيش من دون كماليات، كاين اللي ما كانش يظن أنه يعيش بلا الكماليات، كما يخرج ياكل كذا وكذا، ما دوك سقايط كما يسموهم تاعنا، ما يقدرش يقولك ما نقدرش ما نرقدش بلا كذا وكذا، لكن تركناهم كامل ولله الحمد، مليح علينا نتركوا هذه الكماليات. وكثير في كثير من هذه الكماليات كاين السم، الزعاف، كاين المرض، كاين العلة، كاين السقم، والله المستعان وهذا امر معروف. وعند اولادنا وبناتنا نفس الشيء، اذا استغنينا بزاف بزاف عن هذه الكماليات. وسبحان الله هذه ذكرني، هذه تربية في الحقيقة للنفس، يذكرني هذا يا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، رآه حاملا لشيء
فسأله ما هذا يا جابر؟ فقال قطعة لحم اشتهيتها فاشتريتها. وش قال له؟ كلمة عظيمة أحفظوها. قال أو كل ما اشتهيت اشتريت، يعني كل حاجة تشتهيها تشريها، مليحة لنا كامل. وهذه قاعدة في الحقيقة، قاعدة ماشي في الماكلة فقط، كل حاجة تشتهيها في الماكلة تشريها، كاش منها، أضبط نفسك شوية. كل حاجة تشتهيها في اللبسة تشريها، كل حاجة تشتهيها في المركوبات تشريها. كاين ناس هكذا حاجة اللي يشوفها ما عنده في الدار ممكن خير منها، لكن اشتهاها لابد أن يشتريها. مشكل كبير يلبي الرغبات تاع النفس تاعو، تحكمت فيه النفس الأمارة بالسوء، لا ينبغي. أو كلما اشتهيت اشتريت، هذا الاستهلاك، الاستهلاك، كثرة الاستهلاك طريق الهلاك كما يقولون، كثرة الاستهلاك طريق الهلاك، والله تعالى المستعان. كاين شيء مهم جدا جدا من فوائد، عرفنا واحد الطينة طيبة في الشعب تاعنا، والحمد لله دائما تظهر في هذه الأزمات، في مثل هذه الأزمات، التعاون، التعاضد، التناصر. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. الحمد لله، هكذا شأن المؤمنين، هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وربي في القرآن وش قال؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هذا التعاون يظهر، وننحيي كل واحد كان إيجابيا في هذه الأزمة وفي هذه المحنة. الأطباء وشمعانهم يغاموا بالأنفس تاعهم، شحال واحد مات رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، شحال من الناس من الأعوان تاع الطب، الأعوان تاعهم في المستشفيات نفس الشيء، شحال من الناس تاع الأمن، شحال من الناس تاع العلم، شحال من الناس تاع في ميادين كثيرة، شحال من المحسنين، شحال من الجمعيات الخيرية، وشحال وشحال. اذكروا ما شئتم ممن يعني تعرفونهم ولا تعرفونهم من الناس اللي واقفين مليح، وقفة طيبة جدا، وقفة إيجابية في هذه المحنة. أسأل الله جل وعلا أن يعلي مقام هؤلاء، وأن يثيبهم الثواب الجزيل، وأن يجعل موتاهم من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نواصل في هذا الطريق بعد المحنة أيضا، في هذا التعاون، في هذه الأخوة، وفي هذه المحبة. ربي يبارك فيكم. كذلك عرفنا بأن القرب من الأحبة غنم، القرب من الأحبة غنم، والله العظيم غنيمة، كنا مفرطين بزاف. الآن هذه المحنة دي قربتنا من الناس نحبوهم ويحبونا، وكاين الناس مساكن اللي يحبوا يتقربوا من الأحبة تاعهم ما قدروش، حيلة بينهم وبين أحبتهم، بينهم وبين أقربائهم، بينهم وبين والديهم، بينهم وبين أبنائهم وبناتهم. صح ناس راهم بعاد مساكن، يا أم عرفوا الآن وش معناتها تكون قريب من الفاميليا تاعك. سبحان الله، أنا ما نتكلمش على الناس مساكن الذين ألجأتهم الضرورة، الذين يعني أبعدتهم الضرورة، ما نتكلمش على هذا. لكن إنسان في الوسع الآن هذه فرصة باش نعرف وش معناتها نكون قريب. كاين ناس مساكن ما قدروش يودعوا ناس قراب لهم، ناس ما قدروش يدفنوا ناس قراب لهم، ناس ما قدروش يلقوا النظرة الأخيرة على باباهم وعلى يماهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفوا وش معناتها؟ إذن لراه اليوم، اليوم راه تسمع كلامي وراه مثلا باباه مازالوا في الحياة ربي يحفظه، ولا يماه مازالا في الحياة، ولا هما معا مازالوا في الحياة، بالك بالك، ما تفرج فيهم، قرب منهم، أدنى ليهم، قبلهم رؤوسهم، قبلهم رجليهم، أتهلى فيهم قدر المستطاع. هذا أعظم شيء، من أعظم الأمور اللي تعيشها، من أعظم الأمور، من أعظم النعم اللي تعيشها، تعيش قريب لوالديك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي رضي الله عنه: ألك أم؟ قال نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم، إلزم رجلها فإن الجنة ثم. معاشر أكارم، ومن النعم يحفظكم الله أنه هذه كانت فرصة عظيمة جدا للتعرف على بعض التكنولوجيا واستعمالها. أنا واحد من الناس ما كنتش نهتم بزاف، يعني كنت عندي دروس في المسجد وكذا، الناس يعرفوا هذا الشيء، في مساجد كثيرة، ندوات كذا، لكن بالنسبة الفيسبوك واليوتيوب وكذا، جماعة يقولوا لي يا ودي كذا نديروا لك مواقع، نديروا، أنا نقول لهم والله ما نيش مشتغل بهذا الشيء حاليا كذا، لكن ربي سخر لي شباب ربي يبارك فيهم، وهما اللي دخلونا الدرع في هذا الطريق، وإن شاء الله انتفعنا بزاف حنايا، والحمد لله ربي كرمنا وتعرفنا على وجوهكم الطيبة، وأنتم أيضا قريت بعض التعليقات اللي قالوا الحمد لله من نعم فهذه المحنة أننا عرفنا عليك. احنا نقولوا تالي والله غير من النعم ان تعرفنا عليكم وعرفنا هذا الطريق تاع الدعوه، لان هذا التكنولوجيا سلاح ذو حدين. احنا الحمد لله ربي وفقنا وربي يسرنا امورنا باش نستعملوا الحد الايجابي، ونزيدنا ادعو من هذا المنبر اخواننا في الله تبارك وتعالى من الدعاة، من الناصحين، من اهل العلم، من الائمه، من الناس اللي عندهم رساله ايجابيه يقدموها للناس، نقولوا يستغلوا هذه المواقع، يستغلوها احسن استغلال، لان غيرنا هو الذي استغلها فيما مضى اكثر منا بكثير. ناس تاع الفساد
ملايين بل أحيانا ملايير المشاهدات في الفساد. احنا فرصة باش نستغلوا هذه المواقع، ربي يحفظكم، وحنا جات هذه الفرصة وتعلمنا منها هذا الشيء ولله الحمد والمنة. هذه فرصة أيضا ونعمة كبيرة أننا ابتعدنا عن رفقاء السوء. شحال واحد مسكين شخصيته شوية ضعيفة، شحال من الأخت مسكينة تحب تلتزم لكن الدور مع بنات شوية شوية، وبالتالي جات هذه الفرصة، فرصة بعدنا عليه مدة، نرجعوا بعقلية واحدة أخرى، نرجعوا بسيرة واحدة أخرى. المرء هكذا قال عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والقاعدة عند العقلاء، الصاحب ساحب، يسحبك منا ولا يسحبك منا، يسحبك للخير ويسحبك للشر والعياذ بالله. الصاحب ساحب، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاختري الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. آخر هذه المنافع طبعا في هذه الليلة أن نعيم الدنيا منغص ورب الكعبة، نعيم تاع الدنيا منغص. راك تشوف الآن الناس بالأموال تاعهم، بالسلطة تاعهم، بالقوة تاعهم، بالجاه تاعهم، ما قادر يدير والو، عايش في كآبة، ما قادر يدير والو بالبال تاعه ولا بسلطة تاعه ولا بشيء آخر. بل الآن رؤساء دول، ملوك الآن يخاف يمسح وجهه بيده، يخاف من هذا المخلوق الصغير. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف باللي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا الدنيا لا تسوى، ما تسوى ولا شيء عند الله. كون كانت تسوى جناح بعوضة، جناح تعلى موسى، ما تسواش، ما سقى منها كافرا شربة ماء لو كان جتسواها، ما جتسواها. إذن الدنيا حقيرة، احنا عظمناها في القلوب تاعنا وعملنا لأجلها ونسينا الآخرة. الآخرة صح، هذا هو النعيم لازم نخدمه له، نعيم طويل لا ينقضي، حياة ما تحباش ما تخلاش، أبد الآبدين لا نهاية لها، خلود فلا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كما في الحديث الصحيح. وزيد، ما فيها تعب، ما فيها نصب، ما فيها مرض، ما فيها جوع، ما فيها فقر، ما فيها عداوة، ما فيها موت، ما فيها خوف، ما فيها حتى شيء من هذه النقائص هذه الموجودة في الدنيا. أما الدنيا والله العظيم ما لازم نديرها في الدين، ونجعلها ولا بد أن نجعلها قنطرة للآخرة ومزرعة للدار الآخرة. أما نديرها في قلوبنا والله غير هذه الغلطة، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. رحم الله من قال، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. ورحم الله من قال، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغروكم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أكتفي بهذا القدر، ربي بارك فيكم وربي يحفظكم، وسامحوني طولت شوية، ما زال غدوة إن شاء الله إذا تحبوا، وإذا يسرنا الله تبارك وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك، إذا يسرنا نزيد نذكر بعض المنافع باش الإنسان يتشجع ويحمد ربي، ولكم أن تستخرجوا المنافع والفوائد إن شاء الله من هذه الفتنة وكتبوها لنا نستفيد منها بإذن الله تبارك تعالى. حبيت نسألكم واحد سؤال في نهاية الحلقة، لأنه حبيت هذه القاعدة تكون إن شاء الله منهج حياة عندنا في الحياة تاعنا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رافد واحد الحاجة، عمر بن الخطاب قال له ما هذا يا جابر، ما معك؟ اذكر له واش معاه، وقال له واحد الكلمة عظيمة عمر الخطاب، اكتبوها لنا، ربي يبارك فيكم، ربي يحفظكم، ربي يوفقنا وياكم ليحب ورضاه، ربي يرفع عنا هذا البلاء، ربي يرفع عنا هذا الداء، ربي يغفر لنا ويتوب علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.